يا تبن يا الكاولي العراقي احسن زق ولا شوفوا كان شيء زي اول ما دخلت اول ابحث تخي قرنيت لا افهم هاي ذبحة مري مشكلة اغنية كذا العب كرة ثمار واشغلها ما يشهبوا فيها انا اقول لك عبود شفت الحين العب سايد ارم انفيرتا صح؟ واصل على 10 بعد ترى بيصرف. يكتب لنا اطراق يخرج صج ما يكتب لك تيش خلاص اذن 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 لا ما اذن يا الله للحين ما اذن ما اذن قول قران قول قران يقول تي يفتخر بعد ايه ايه عشان العبكم بس انا بلاحظ بانتي بيعطوني بانت على اللعبي هذا الادمي بيذبحني 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 انسان بيذبحني بيذبحني الادمي بيذبحني بيذبحني واقف شوف واقف عبود وطاطاكيت 10 بسايد ارم وفيوجن ويونيفرسال شوف واقف عبود جار على الويران عبود طيب هدمه ما اقسم بالله هد ربي كعب هد رب والله العظيم انه هد Your team has ignited the enemy rift. اموتك بس خل المنبه يطفي حط فرد على تد هذا ملك انه هلوس قاعد يتخيل انه حاط فرد على كتفه اللي ما يبوش تكفى تكفى اصل يلا استلم ستورم حبابي ما بنك شراين والله بالكعبه لو بيدي عشان تبغى شو كان كبر ايش لحد هذا كان محمود بالجميع الحين ما حد يحبه صدق انت
ستار خلاص خلاص ضد ثلاثة ستار ناصر ثلاثة ستار خلاص تشب تشب دي يعني مو تشب لا تشب تشب ده فهمت شوف وين نسي يلا هاك كل ابن سايبر استغفر الله قال سايبر صد ستورم ستورم والله كل ابن ستورم زين شادي رتق لك اي شادي ابن الكلب ما راح العب لسنا يا برشلون العب ما تلعب لسنا مش مشكلة والله شو راح تضيف اليوم في صورة طيب ماينس بس جار على الويران تقول لي تعال. والله الحين ما مت. That's why we have fire team.